والسلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور وأمسية سعيدة على الجميع. حلقة جديدة للجميع سواء المنتسبين أو في القناة العامة، ولأول مرة سيارة من سيارات الأكيرا. يعطيكم العافية، شركة الملة في الكويت ما قصروا، أعطونا سيارة وسيارة جديدة بالكامل اللي هي MDX 2022 ل 2023. راح نتعرف عليها اليوم إن شاء الله بجميع التفاصيل، بس أكيد أن التفاصيل الكثير مثل ما عودتكم راح تكون للمنتسبين، بينما في القناة العامة راح أتكلم عن السيارة بشكل عام. يعني ما راح تكون الحلقة يعني صغيرة أو قصيرة، يعني ممكن تكون 10 دقائق ربع ساعة، بينما حلقة المنتسبين راح إن شاء الله راح تكون يعني حوالي الساعة وأقل شوي أزود شوي على حسب المعلومات اللي راح أتكلم فيها إن شاء الله عن الحلقة هذه. خلوني أخذكم مع الأكيرا MDX 2022-23، ولأول مرة أكيرا مع يوسف شو. نعطيكم تفاصيل السيارة هذه، ومو بأي سيارة، MDX الجديدة بالكامل 2022. مثل ما تتوقعون راح يكون في أكثر من حلقة، حلقة القناة العامة راح أتكلم عن السيارة بالكامل، تفاصيلها من الألف إلى الياء، داخلية خارجية، أداء السيارة، مدى عملية السيارة وسعر السيارة. بينما المنتسبين راح يكون لهم حلقة خاصة بتكون طويلة أبو ساعة تقريبا، فيها تقييم كامل وشامل للسيارة من برا ومن داخل، كيف أداء السيارة، تكلفة امتلاك السيارة، إذا كان في صوت الإكزوز راح يكون فيه تكلفة الصيانة، تفاصيل الضمان ورأيي الشخصي في السيارة بالكامل، منافسي السيارة وتصلح لمين. بشكل سريع، تعتبر سيارة فخمة منافس للآر إكس اللكسس، ونفس حجم الآر إكس الإل، لأن السيارة هاي تجي ستاندرد اللي هي 3 صفوف. السيارة اللي معاي اليوم اللي هي الأدفانس، اللي تعتبر أعلى فئة في الماكينة العادية، في فئة أعلى منها اللي تكون بالتيربو بتكون سبورت، هذه سعرها في الكويت تقريبا 18,000 دينار، 17,999 دينار، ما يعادل 220,000 ريال سعودي. الفئة الأقل اللي تعتبر تك 15,999، تقريبا 195,000 ريال سعودي. بينما التايب اس الأعلى فئة اللي بتكون مكينة تيربو 355 حصان، هذيك بتكون ب 21,500، يعني تقريبا 260-270 ألف ريال سعودي. طبعا أتكلم على أسعار في الكويت وليس أتكلم على أسعار مثلا في السعودية، لأن في السعودية أكيد أنه بيكون فيه ضريبة. ضمان السيارة راح يكون 5 سنوات أو 200,000 كيلومتر، أيهما يسبق أولا، وضمان السيارة يعتبر على مستوى دول الخليج، وفي عليها فري سيرفيس 5 سنين أو 50,000 كيلومتر، أيهما يسبق أولا. في باكيج جديد على السيارة، تدفع 298 دينار شهريا بدون أرباح وزيرو داون بيمنت، ما تدفع داون بيمنت على 5 سنين، وعلى السيارة هذه بالتحديد اللي هي الأدفانس مو الستاندرد، اللي هي الفل كامل خلنا نقول، اللي فيها رادارات وفيها البانوراما تجي فيهم كلهم. السيارة ما شاء الله فل كامل، لو بناخذ السيارة من قدام راح نشوف ان الإضاءة بالكامل بتكون LED، فيها سيجنيتشر الهوندا، حتى الكشافات اللي تحت بتكون LED، وهذه موجودة في الأدفانس، بينما الفئة الأقل ما راح تكون موجودة فيها. فتحات ما هي حقيقية، عندك الشبك الأمامي راح نشوف انه مسكر من فوق بينما مفتوح من تحت، وهذا الرادار، كاميرا 360 درجة عندك برضو للتبريد من تحت. السيارة عريضة وطويلة ولكنها نازلة، فتحس انها ثابتة اكثر، وركوبها بيكون جدا ممتاز. بشوف الكبوت، فيه تصميم طبعا السيارة جديدة بالكامل 2022، وهذا الجيل الرابع بس في دول الخليج، يعني ما نزلت للأسف الا في الكويت، نتمنى ان نشوفها في باقي دول الخليج. شكل السيارة من الجنب ما يحسسك انها تكون طويلة بزيادة، لان الابواب ما شاء الله كبيرة، فبنشوف ان وجه السيارة تقريبا مشابه للباب، الباب الخلفي الى خلفية السيارة، فنقدر نقول السيارة جاية 4 اجزاء،
طبعا السيارة تجي ستاندرد في الخليج أو في الكويت عفوا، دفع رباعي. الحلو في الموضوع أن الدفع رباعي 70% في الخلف، فبالرغم من الماكينة ماكينة عرضية 6 سلندر، ولكن الدفع تقدر تدفع السيارة إلى 70% في الخلف. هذا يكون نادرا ما تشوفه في السيارات اللي تكون كروس أوفر، أكثر منها تكون SUV. الجنوط بنشوف 20، السيارة حجمها كبير، فتشوف الرنجات والجنوط حجمها كأنه عادي 255 على 50 20. شوف البريكات، وعندك نظام التعليق يجي في الستاندرد اللي هي التك، والأدفانس يجي السسبنشن حقها العادي، بينما في الفئة الأعلى السبورت اللي يكون فيه الهيدروليك اللي فرحها وينزلها. الحلو أن نظام التعليق في السيارة هذه أنه يكون أدابتف، يعني تخليها قاسية مريحة. وفي عندك هذه لونها أسود، أجمل للسيارة، ويبين لك حجم السيارة أنه صغير، وتقدر تطلب عليها الدعسات الجانبية. نشوف الكروم في كل مكان، من الخلف سيارة بصراحة ما شاء الله جميلة بكل معنى الكلمة. عندك فتحات إكزوز حقيقية ومفصولة عن بد السيارة، وهذه حركة حلوة. نشوف هذه اللي هو الدفع الرباعي المستمر، ويوزع الباور بين الأمامي والخلفي واليمين واليسار، اللي هو حق الكورنرينج اللي تلف، فتحس السيارة تلف معك بشكل مرتب، والدبة عندك بتكون كهربائية. شوف في جناح أسود مع أبيض، نجمل شكل السيارة. حجم الكفرات الخلفية والأمامية بيكون نفس الشيء، فتقدر أنك تحط الأمامية خلفية، الخلفية أمامية. افتح السيارة، زي ما أنتم شايفين شكل مرتب، علامة الأكيرا أو اسم أكيرا، ومعطينك أنه في معها أكثر من مفتاح. فنشوف هذا رقم واحد، باقي في رقم اثنين، وفيه السبير إذا خلصت البطارية تقدر تفتح، تستخدم المفتاح العادي اللي قفل السيارة اللي يشغلها، عفوا اللي يفتحها، اللي يفتح لك الدبة ويسكرها. وعندك اللي يشغل السيارة، تقدر انك تشغل السيارة يعني تقفلها، بعدين ضغط مطولة على حق التشغيل راح يشغل السيارة. شوف السيارة ما شاء الله اشتغلت. ضفيناها، تقدر تفتح الدبة بالريموت أو من داخل، أو أنك تمرر رجولك من وراء، أو أنك تفتح الدبة من هنا. فيها كاميرات زي ما قلت قبل شيء 360 درجة. هنا الميزة الحلوة في السيارة، شوف لا تكون تسك فوق، أمورها تمام. أنا حاط شنطتين اللي تركب معك في الطيارة، ومخلي الكراسي الثلاثة مفتوحة مع بعض، فبنشوف فيه مساحة خلفية صراحة بطلة. وهذه الشنط ما هي بالصغيرة مرة، اللي تصير أكبر من اللي دائما الناس تسحبها في الطيارة، فعندك مساحة ممتازة وتقدر تحط فوقها نفس الشيء. وفيها مانجمنت مرتب، يعني لو بناخذ بشكل سريع، خلنا ننزل الشنط عشان نعطيكم التفاصيل بشكل أرتب. هذه المساحة ما شاء الله زي ما أنتم شايفين ممتازة، وعندك هنا مكان تخزين، عندك هنا باور، عندك هنا هانجر أو علاق، وهذا إذا أنك محمل أغراض قبل تشيل الأغراض، يعني تحطها في الأخير هنا وتضغط هذا، مجرد ما تشيل الأغراض وتبعد من السيارة تتقفل، يعني الباب ما راح يتقفل عليك، تنتظرك لين ما توخر ويتقفل. أو عندك هذا اللي يقفل الباب على طول، وراح نشوف أن هذا جاي زي ما أنتم شايفين قماش، لكن تقدر انك تقلبه تشوف تحته، او تفتحه تشوف تحته ما شاء الله مساحة، وتقدر انك تقلبه بحيث انه يكون اكثر عملية، فيصير هذا زي ما انتم شايفين. راح نشوف ان عندك هنا شغلات عدة السيارة زي الرافعة وانت وهلم جرا، السيارة فعلا عملية، وهي أصلا مخصصة للسوق الأمريكي بشكل كبير، ونتمنى نشوفها
في الخليج ونشوف عندك هنا الكروم. تفتح من هنا، تسكر من هنا. كبوت الكبوت الحلو في الموضوع انه فيه مساعدات. نشوف انه شلته. اول ما تلاحظ انه من الرفرف الى الرفرف او من الحافة الى الحافة، فتتوقع ان فيه مكان يعني مليان او انه تحتاج السيارة، بينما بتشوف ان اغلبه فاضي والماكينة جاية بالعرض. ومو بس كذا، راح تشوف ان من قدام تقريبا ثلثين الكبوت وجه السيارة فاضي. سيفتي عند الأكيورا والهوندا سيفتي يعني أقوى شركة يابانية يمكن في موضوع السيفتي، يمكن تصير هي فولفو حقة اليابان. مكينة 6 سلندر 3500 سي سي، مشابه للي نشوفها في البايلوت، لأن أصلا السيارة هاي تعتبر الجزء الفخم أو السيارة الفخمة من البايلوت زي ما نشوف في السيارات اللكسس. 3500 سي سي، تنفس طبيعي، دفع رباعي، الجير 10 سرعات، ما في سي في تي، 10 سرعات، هذا شيء حلو. القوة ما هي بذيك القوة، 290 حصان تقريبا، 360 370 نيوتن متر العزم. السيارة ما هي بالقوية الوحش، ولكن فيها باور ممتاز، أحسن من بعض السيارات اللي تشوفها مثلا 4 سلندر وتحس أنها ضعيفة، ويعطيك صوت حلو. نشوف حاطين مسكتين الكبوت زي اللي نشوفها في السيارات الأوروبية، وفيه تحكم في الهواء شلون يدخل للمكينة، حاطينه انه يجي من الكبوت هنا يطلع هنا ويدخل من هنا ويرجع ويروح هنا للمكينة. ويمكن تشوف هنا ثلاث سلندرات، في ثلاث سلندرات بتكون ورا هناك في الجهة الثانية، فهو V6 بس جاي بالعرض. شوف هذه شكلها كاربون فايبر. السيارة وزنها 2000 كيلو جرام تقريبا، 2100 على حسب المواصفات اللي موجودة في السيارة، فالسيارة لا هي بالثقيلة مرة ولا هي بالخفيفة مرة. نشوف السير موجود في المنطقة هذه، تسكيرة الكبوت بتكون عادية. عندك كل الأبواب فيها الفتح بدون مفتاح، الأربع أبواب أو الخمس أبواب لأن الخلفي عندك نفس الشيء، وبنفس الشيء التقفيل، فأقدر أفتحها زي كذا وأقفلها زي كذا. عندك تانك البنزين يمكن نسيته في الجهة اليسار، شوفه بدون هذا، لأنك مجرد ما تقفل السيارة هي تقفل معك فتحة تانك البنزين وسبعين لتر. لما تفتح الباب كأنك قاعد تفتح سيارة أوروبية صراحة. في صوت ترحيبي داخل السيارة، شوف فتحة الباب كبيرة، شوف فيه زي السيارات الأوروبية، عندك هذه إلى الآخر أو السيارات الأمريكية عفوا، السيارات الأوروبية يكون هذا مقصوص عشان الرصيف. ففي السيارة هذه زي السيارات الأمريكية واليابانية يفتح الباب كامل، بينما السيارات الأوروبية يفتح لك الباب من هنا، وهذه تكون ثابتة علشان لما تفتح جنبك رصيف ما يسك الباب في رصيف. فبنشوف أنه طويل وما شاء الله مساحته كبيرة، وشغل جلد، هذه لينة، هذه لينة أكثر، هنا خشب مفتوح أو خشب مهم مصبوغ، كروم، ميموري سيت، عندك المرايا الخارجية، القفل أو القفل المركزي، والشبابيك أو الدرايش الأربعة كلها كهربائية، عندك فتحة الباب، عندك ALS ساوند سيستم تقريبا 16 سماعة يفتح الدبة والشنطة، سبيكر، وعندك ما شاء الله دروج في كل مكان، وحجمها جدا ممتاز. يعني نشوف هذه الإضاءة حقتي، في تحتها كاميرا، في هنا برضه مكان تخزين. نشوف الأكيرا هنا، الكراسي كهربائية فيها لمبار سبورت، وتقدر تتحكم في هذه ترفعها وتنزلها، وكراسي تسخين وتبريد وأوتو، تقدر تشبك أوتو بحيث إنه يبرد لك ويسخن لك الكراسي بدون ما تسوي ولا شيء، تركب وتنسى. هنا عندك الأوتو باركينج بريك، هذا اللي يتحكم في الستابيليتي كنترول، الباركينج سنسورز، وهذه حقة الهيد اب ديسبلاي أو البروجيكتور اللي بنشوفه فوق، تحكم كهربائي في الدركسون والسكان. عندك الدعسات اللي تعودنا عليها، والحلو أن عندك الباركينج بريك
الاوتوماتيك؟ نركب في السيارة ونشوف الجو العام، نشوف الكراسي تقدر تنزلها بشكل كبير، ويكون عندك مساحة لو عملاق مترين مترين وشيء ما عندك أي مشكلة. خلنا ندخل في السيارة ونشوف باقي التفاصيل. شوف عندك شاشة المفروض لما تشغلها أو قبل ما تشغلها تعطيك ترحيب، بس لأني كل شوية أفتح وأسكر فعادي تلقونها معصبة علينا شوي. شاشة تقدر تتحكم فيها من هنا، تقدر تخليها شكل جديد، تخليها شاشة كاملة وتخليها كذا عددات بسيطة، وعندك مثبت السرعة المتكيف الأدابتيف، وهنا تحكم في الهيد اب ديسبلاي البروجيكتور اللي يكون قدامك وحجمه تقريبا 10 انش، وهذه مساحة الكابينة من داخل، كل شيء تبيه تقريبا موجود هنا. شوف المكيف منفصلين، واحد للسواق واحد للراكب، وعندك هذا التحكم في المكيف الخلفي، وهذه كلها أماكن تحكم في التكييف. عندك هنا كراسي تبريد وتدفئة، وهذا الأوتو يشوف الجو، إذا كان حار يشغل بارد، إذا كان الجو بارد يشغل لك حار للراكب والسواق، وهذا حق درايفنج سيلكشن. راح نشوف إنه يتغير حسب تغييرك، سنو، كومفورت، نورمال وسبورت، وتقدر تتحكم في تقريبا تضغط ضغطة طويلة على هذه، راح يعطيك تقدر تتحكم في الانجن، في الستيرنج، في السسبنشن، في العدادات ايش تبغاها تكون، وفي الإضاءة. فلو بنروح مثلا السبورت السسبنشن تقدر تخليه كومفورت ونورمال وسبورت، والتحكم بيكون من هنا، تكون تاتش وتضغط هذا الهوم وهذا الباك، وهذا الشاشة الثانية اللي مقسومة لحالها تقدر مثلا تختار فيها اللي تبي، والسكرولينج يكون من هنا. هذا مفتاح التشغيل، في اليمين ما عندك الا حق المساحات، وفيه زر غريب اللي هو حق الكاميرا، مكانه غريب عجيب، تقعد تدور هنا يومين ثلاثة ايام اسبوع فجأة تلاقى انه يجيك مطر، تضغط هذا تشتغل لك الكاميرات. الكاميرات زي ما قلت لكم 360 درجة. عندك هنا الإضاءة الخارجية مع الإشارات، وفيها كشاف أمامي. هذا الجير بي آر إن ودي وسبورت، وهذا الأوتو بارك أو الأوتو بريك إذا وقفت عند الإشارة. في عندك هنا شواحن مخفية يو اس بي سي ولا يو اس بي. هذا عندك مكان تحط فيه موبايل صغير، هذا التحكم في الفوليوم القنوات. عندك هنا مسكة تتمسك فيها فلوتينج لكن مثبتة هنا. عندك الوايرلس تشارج موجود هنا، وفي كب هولدرز محترمين وموية الأكيرا. في درج في الوسط عبارة عن فتحتين، تفتح واحدة وتفتح الثانية. هذه الفتحة الكبيرة فيها USB USB-C، وفيها هنا باور أوتلت إذا تبي تركب شيء قديم. وفي عندك الدرج العادي المخفي يكون فوق مثلا تحط فيه موبايل أو شيء. وعندك هذا المهم حق النظارة، هذه الإضاءة الداخلية. عندك هذا اللي يفتح الستارة لبانوراما، عندك هذا اللي يفتح فتحة السقف، عندك الإضاءة لازم أنك تضغط الزر هذا. في إضاءة صفراء عند الراكب وعند السواق نفس الشيء. وهذا منظر السيارة من داخل لما تكون مكان السواق. نشوف ما شاء الله السيارة فعلا شرحة. ايش رايكم نشوف الكراسي اللي وراء، ويمكن اللي تهم اللي عنده عائلة في نفس الفخامة اللي قدام. نشوف هذه ربر لين جلد خشب، عندك الدرايش، أماكن تخزين، سبيكرز، وعندك ستارة، عندك القفل حق الأطفال، وعندك شعار الأكيرا. وهذه الكراسي تقدر تتحكم في الظهر من هنا ترجعه قدمه، ومن قدام هنا تقدر أنك تحرك الكراسي وراء وقدام على حسب اللي تبيه. فخليها بالوضعية هذه. طبعا المساحة ما شاء الله، يعني حتى لو حط قدام عندك مساحة
قدام مرتبة. لو بركب الحين راح نشوف ان الوضع جدا ممتاز، ما عندك اي مشكلة، راح تشوف ان وضعك كذا، فانت في الكرسي اللي ورا مرتفع، فبتكون عندك الرؤية مرتبة زي ما انتم شايفين. ومساحة الرأس ما شاء الله ما عندك اي مشكلة. وبنشوف عندك تحكم في المكيف من وراء، عندك كراسي تسخين، طبعا مكيف واحد وراء، وهذه المروحة، هذه فتحة التكييف، عندك يو اس بي سيز، عندك باور اوتلت هنا. راح نشوف انه ما في مكان حق الرفعة اللي تكون في الوسط، فممكن يركب في السيارة هذه 7 ركاب، 2 قدام و2 في الخلف وراء هنا، وفي النص ممكن يكون هنا 3 ركاب في الوسط. انا احاول ارجع هذه بس لازم لها بيدين زي ما انتم شايفين، فيقدر يركب هنا 3 ركاب بالغين، تقدر انك تصفطها وتقدر انك تشيلها، فيصير عندك 2 هنا ضغطه من هنا، وتشيل هذه بالكامل، تحطها في الدبه في الشنطه وتحطها في البيت اللي ودك. وزي ما شوف حتى هذه بعد تقدر انك ترجعها ورا زي الكراسي اللي على جنب، او انك تحطها كب هولدرز هنا مكان تخزين. والركوب ورا ولا اسهل، بس ضغطه زر تأخر تقدم الكرسي، وعندك مساحه في الخلف، وعندك المنطقه هذه بحيث انك تحط رجلك او الطفل اللي يحط رجله يطلع، ما عندك اي مشكله. طبعا ورا يركبون 2 بالسيتس حقتهم، السيت بيلتس، ولكن اذا مره مزنوقين في مشوار داخل الحي 3 أطفال يقدرون يركبون بالراحه. ترجعت الكرسي نفس الشيء، الكراسي هنا ثقيله جدا ولكن ما تحس بحركتها فعليا. شوف في فتحه تكييف تحت، هذه مره حلوه، تسحب الكرسي، وهذا المنظر من خلف الكواليس مثل ما يقولون. المساحة اوكي ممتازة، الأطفال ما عندك أي مشكلة، كبار يعني إذا أنك مزنوق تركبهم معك ما عندك مشكلة. في يو اس بي سي عندك إذا تبغى تشيل الكراسي اللي ورا أو تصفطها بحيث أنه يكون عندك تركيب أغراض ورا، ما عندك أي مشكلة. نفس الشيء بيكون عندك هنا يو اس بي سي، سبيكرز، السقف، عندك الستاير لا سمح الله الايرباكس. خلصت مشوارك تقدر انك تضغط زر هنا، الكرسي راح يوخر منك كهربائي، وتنزل بكل أريحية، ترجع السيت. خلني اشوف اذا اقدر ارجع باصبع واحدة. واخر مكان راح نشوفه اليوم داخل السيارة هذه اللي هو مكان الكابتن المساعد الأمامي، فراح يكون عنده أكيد نفس الفخامة، نفس الفخامة اللي تشوفها عند السواق موجودة عند الراكب. هنا تشوف في إضاءة، تشوف عندك هنا ما شاء الله كأنه كاربون فايبر، عندك باور أوتلت، وفي عندك هنا درج قفل حجمه ممتاز، عندك كتالوجات ما شاء الله كبيرة، بيانو بلاك. ونشوف ورا الشاشة برضه بيكون عندك سبيكرز، والركوب بيكون ولا أسهل لأن السيارة ما هي مرتفعة، فما عندك أي مشكلة من ناحية الركوب. هذا المنظر من جهة الراكب، شوف فيه شبه اليخت من جهة، بينما الجهة هذه تشوفها كذا ملمومة على جهة السواق، فتحس الكونسول هذا اللي في الوسط مرتفع شوي بحيث انك تقدر انك تكي يدك، ويعتمد بشكل كبير انك ترفع كرسيك او انك تنزله. شوف الشغل مرتب، ففعلا تحس انك راكب سيارة فخمة ولوكجري. هذه نظرة سريعة نشوف الفرق بين الشكل الرياضي والشكل اللي كان معاي اللي هو الكروم، هذه كروم، بينما هذه بيكون كل شيء في السيارة تقريبا اسود.
بدل كروم. شوف هذه الكشافات اسود بينما هنا بيكون كروم، والجنوط والرنجات اسود بينما هنا بيكون كروم، هنا بيكون اسود. الاشخاص اللي يحبون انه يكون كل شيء اسود، فعندك خيار من الوكالة تكون اسود او كروم. نفتح السيارة، شوف الإضاءة من الأمام بالكامل LED. سكر، نفتح السيارة، نفس الشيء نشوف الإضاءة بالكامل LED. قفل، فيها فتحة الأبواب الأربعة مع طبعا تانك البنزين. هذه الإضاءة داخل السيارة. عندك إضاءة محيطية حتى عند الأرجل. ندخل، شغل، بسم الله. شوف الإضاءة داخل الدبة والشنطة، شوف في ثنتين فوق. عندك منورة ما شاء الله الدبة. نجي لتجربة السيارة الحقيقية اللي تمشي عليها في الطريق، سواء كنت تروح الدوام، تروح رحلتك، بتسافر، فتضمن عندك سيارة مريحة، فخمة، هادية، واسعة، فيها أمان عالي بشكل كبير. يعني الآن ماشي على شارع الخليج العربي، في السيارة هدوء رهيب. يمكن مر علينا موقف البارح، رجعت البيت تقريبا الساعة 1 بالليل، حر نار في الكويت، طفيت حطيتها في الباركينج تحت في الجراج تحت الأرض. ثاني يوم شغلتها تقريبا الظهر، أول ما فتحت الباب تفاجأت فعلا أنا والأهل أن السيارة باردة داخل الباركينج، مع أن درجة الحرارة يعني يمكن في الباركينج يمكن 40 أو فوق 40. فالعزل داخل السيارة رهيب. الأشخاص اللي يقولون ازعجني صوت الهواء، صوت الكفرات، التواير، نهائيا راح تحس بهدوء يمكن غريب، وتحس في السيارة فعلا ثقيلة لما تاكل فيها مطاب أو الحفرة اللي في الطريق اللي في الشارع، تحس السيارة فعلا ثقيلة وراكدة، ما تحسسك أنك ماخذ اللي الناس متعودين عليه أن السيارة هوندا سيارة ياباني، فبتحس أنها خفيفة نهائيا، ما راح تحس الشيء هذا، وتحسها عريضه كانك يعني ما راح اقول ان وسع اليوكن، ولكن يعني قريبه بشكل كبير من اليوكن. حتى الكونسول اللي في الوسط نشوفه ما شاء الله عريض. اداء، فعلا الاداء اللي انت تحتاجه، يعني ما راح نقول 400 حصان ولا 500 حصان، ممتازه. عندك تنفس طبيعي 6 سلندر. الجير فعليا ما راح تحسه، مع انه 10 سرعات بس ما راح تحس في التبديلات حقته، ومو هو بسي في تي، وهذا الشيء الحلو. استهلاك السيارة في البنزين شيء طبيعي انه بيكون الى حد ما عالي، الماكينة كبيرة والسيارة ثقيلة شوي، ما هي بالثقيلة مرة اللي 2.25 طن مثلا، بس هي تقريبا 2 طن و6 سلندر تنفس طبيعي، فمتوقع ان السيارة بتكون يعني تستهلك في البنزين. يعني عبيتها تقريبا او اخذتها من الوكالة التانكي فل تقريبا تمشي 370 كيلو 380 كيلو، بس يمكن للشخص اللي قبلي كان يدوس فيها. السيارة ما شاء الله فيها يعني كل أنواع السيستمز حقت السيفتي موجودة في السيارة هذه، ممتازة. تحتاج أغلبها نعم، خصوصا اللي يمنع الاصطدام الأمامي، والتحذير فيه كان جدا ممتاز، يحذرك في الطبلون وفي الهيد أب ديسبلاي أو البروجيكتر. يعني عندك الدايناميك سيلكشن، السبورت راح تحس السيارة صارت أقسى، الدركسون صارت استجابته شوي سريعة، نزلت رجلي شوي نفس اللي قبل شوي، تحس
تجاوبت معك السيارة. الرؤية 360 درجة ممتازة جدا لك أنت والعائلة، حتى اللي في الصفوف اللي في الصف الثالث. فعلا السيارة هذه راح تاخذها، ما راح توقف، راح تستلم السيارة هذه سفريات بشكل كبير. بنهاية الحلقة أتمنى أن يفتكم في الأكيرا MDX 2022. أتمنى أن الجميع استفاد، خصوصا الأعضاء المنتسبين. إن شاء الله أني أعطيتكم معلومات كافية وافية، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وفمان الله. نجي للبارت اللي يهم الأعضاء المنتسبين، واللي فعلا تعنوا وكلفوا على أنفسهم واشتركوا عندي في القناة، اللي بعطيهم رأي في السيارة بكل شفافية. خلونا نتعرف وش الباقة اللي راح تاخذها مع السيارة لما تاخذها من الملة في الكويت. أسعار القطع اللي الكل يقول والله أنا خايف من أسعار قطع الغيار. خلونا نشوف المنافسين للسيارة هذه، اللي ناخذ تقييم السيارة بشكل كامل وشامل. الحركة اللي ما هي حلوة يمكن الدركسون، الدايفنج والنزول من وراء لما تدعس بنزين تمسك بريك، دعسة البريك. أنا الحين ماشي تقريبا 80 80، وفي القيادة الكومفورت